وبعدين بيقول انتشرت ظاهرة التسول في الشوارع هذه الايام، واتخذها عدد كبير من الاطفال والرجال والنساء حرفة سهلة، سهلة المكسب، فما حكم الشرع في هؤلاء؟ هل علي من إثم إذا امتنعت عن مساعدتهم؟ ليس كل المتسولين أدعياء، ففي بعضهم فقراء حقيقة، وفي بعضهم ماشيين غلط زي ما بتقول، يعني بيتخذوها حرفة سهلة. فأنت هل من أجل خطأ البعض تحكم على الكل بأنهم غلطانين؟ جايز بعضهم غلابة فعلا، وجايز بعضهم يتظاهرون بهذا. أما الأطفال فربما يكون في ناس بيشغلوهم بالتسول ويحاسبوهم في الآخر. على كل، إذا قلبك شعر بالرحمة نحو أحد ادفع وملكش دخل. إن كان ضميرك تعبك ادفع حاجة قليلة، لكن لا تصد كل الفقراء بتهمة إنه كلهم محتالون، يعني مش الكل محتالين.